العموميه للنادي الاهلي امبارح الكلام كان قدام حضراتكم، سيدات النادي الاهلي متجمعين رشحوا ثلاثه يبقوا موجودين، الكلام ده كله ما نعرفش عنه حاجه. تواصلوا الاول مع فريق العمل، فريق العمل عرض الامر في ايه يا جماعه، عايزين نعمل حلقه لسيدات النادي الاهلي. طب خلاص مفيش مشكله، بس في خطوط حمراء قلنا لهم الخطوط الحمراء اللي ممنوع حد يتكلم فيها، ويشهد الله على كلامي ومش هتكلم. هم بقى هم عارفين اتقال ايه الخطوط الحمراء اللي تحمي نادينا وتحمي كل الناس، وتعالوا قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، مفيش تقسيم ولا تقول اللي حصل ايه والتطوير بتاع مين لوحده، ولا يشهد الله على اللي احنا قلناه. احد الصحف كتب النهارده احد البرامج يحشد سيدات الاهلي للجمعيه العموميه. لو ما كنتش احشد سيدات الاهلي للجمعيه، امال اقول لمين؟ ما السيدات دولت اعضاء، ده قاموا بثوره كانوا رجاله اكتر من رجاله في البلد دي. الرئيس السيسي اتذكر قبل الانتخابات كان بيوجه رساله سيدات مصر، سيدات مصر اللي بتحبوا مصر وقفوا جنب بلدكم، لان هي الام اللي بتربي وبتربي اجيال وبتربي العالم وبتربي الدكتور وبتربي المهندس. حتى دي كمان هتحجروا علينا، حتى لما يبقى في فكره واحنا مش اصحابها، هم اللي كانوا معانا هم اللي اصحابها والمجموعه اللي معاهم، ممنوع وحرام. لا اله الا الله. طب اقول لكم على حاجه، طب ما تقولوا لنا حلول تانية، نقول للاهلي بدون جمعيه عموميه، اجي بلطج مثلا وابقى انا اقول انا عايز ابقى مدير كوره بالعافيه، او انا مدير كوره يعني، مش ده الاهلي اللي كتب كده من غير ذكر اسماء اهو، برضه بيدخل في مربع الشبهات. بتعمل كده ليه؟ دي قناة نادي بتدعو سيدات الاهلي وهم اصحاب الدعوة، تعالوا روحوا صوتوا احشدوا ارفع كيان الاهلي. فانا بقى مش هتكلم في الكلام ده، هنكمل في طريقنا. يا سيدات الاهلي اعضاء الجمعية العمومية، انزلوا بكل قوة، عايز مشهد نسائي اكثر من رائع، والموضوع بقى موضوع كرامة لسيدات الاهلي. انزلوا بكل قوة، ارفعوا شأن ناديكوا، حجم التحدي كبير، ايدينا في ايدين بعض، مفيش جزيره ولا مدينه نصر ولا شيخ زايد، كلنا الاهلي والاهلي فوق الجميع. يا سيدات الاهلي في كل مكان، كل واحده معاها كارنيه النادي الاهلي، الموضوع بقى تحدي، الموضوع بقى فيه مزايدات، الموضوع بقى كرامة ليكم مش لينا، احنا بنرد، احنا بنطلع على شاشة بنعرف نتكلم. لكن عبر في الصندوق، روحي في الصندوق بكل قوة، اللي تعرف واحدة تجيب 30 و40 و50، اللي معاها عربية بتشيل أربعة حطي فيها ثمانية. لو في باص مستني في الشيخ زايد وبيشيل 100 200 50 حط 500 فيه عشان خاطر النادي الاهلي. انا اهو بدعو بقى موضوع كرامه، انتوا اللي بتديروا النادي الاهلي صدقوني. وعمر الجمعيه العموميه ما كانت زي قناته التانيه دي، كانت مسلوبه الاراده. اعضاء الجمعيه العموميه انتوا اللي بتديروا النادي، مش حد، مش شخص، وانتوا اللي بتجيبوا وانتوا اللي بتودوا صدقوني. ضغوط عليكم، مش هنعمل الجمعية مش عارف ايه عشان محدش يروح، ده الهدف. يبقى في قرار مكتوب خمس ست سطور، ناس بتكرر كلام اللي بيكتب واللي بيقول، اللي بيكتب واللي بيقول، ويعمل ضغوط عليكم. موضوع بقى موضوع كرامة لكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. حصل انتصار في اليوبلس، حصل انتصار في سموحه، والاهلي عمره ما يبقى اقل
الاهلي اللي بيقود الرياضه المصريه، الاهلي اللي بيخرج ابطال، الاهلي اللي بيخرج رموز، الاهلي نادي الوطنيه اللي فاتح كل ملاعبه في الالعاب الجماعيه وغير الجماعيه لكل المنتخبات الوطنيه بدون مقابل، بدون مقابل. فانا هنا ايوه بحشد النهارده، امبارح ما كانش رايي لكن النهارده رايي، بحشد سيدات الاهلي الرجاله الجدعان الوحوش اللي امبارح قالوا كلام والله في ناس تتناقش معاها عمره ما يقول لك عاش الاهلي. السيدات قالوها امبارح، قال لك بنروح نعمل توعيه للناس وبنكلمها، كلنا هنروح وكلنا هنقول الاهلي وكلنا هنبقى عدم فرض الوصايه علينا. ايوه روح، ايوه روح. موضوع بقى موضوع كرامه بعد اللي احنا بنشوفه ده، وفي ناس صعب قوي عقابها شديد من الجمعيه العموميه، اتصور لو تواجدت قصادهم هيبقى موقفهم صعب جدا جدا جدا. ده وجهه نظري بعد الواحد بيشوف. طب هي الجمعيه العموميه سيدات بس؟ لا، بس بنراهن عليهم، لان انا قلت لك الام او السيده اللي بتربي وبتاسس وبتطلع لك المهندس والدكتور وبتطلع لك الاحترام والاخلاقيات العاليه. اه بخاطبها، لكن ده ما يمنعش اللي خانج. كمان اتكلم على ابطال النادي الاهلي في كل الالعاب، روح. كل اللي عمل انجاز في السنه دي روح، ده دي مكافاه تكافئ بيها ناديك اللي انت لابس تيشيرته. دي الاهلي العظيم اللي انت بتنتمي له، دي اقل حاجه تعملها عشانه. ما تقولش عندي مشوار ولا درس ولا امتحان ولا، الاهلي في الوقت ده اهم. ورجال الاهلي في كل مكان، كل واحد برضه معاه كارنيه الاهلي، روح قول رايك. انا ما بقولكش قول نعم ولا بس، روح قول رايك. روح احنا نقول لهم ونقول للناس كلها ان النادي الاهلي اعضاء جمعيته العموميه انتفضت، مش مسلوبه الاراده، قرارها نابع منها، حست بالخوف على ناديها، حست لو اللائحه الاسترشاديه دي اتطبقت على نادينا هيبقى في امور كتير صعبه، ما بقاش قرارنا في ايدينا. روجوا او بالونات الاختبار لحاجات كتير مش صح عشان يمنعك تروح، روجوا الاكاذيب كتير عشان يمنعك تروح، روجوا للاقصاء وفي الاخر اكتشفنا ان مفيش اقصاء. فاتمنى تنتفض الجمعيه العموميه، لازم تفهموا لحجم التحديات اللي موجوده. هتقولي بتتحايل؟ اه بتحايل، اتحايل عشان خاطر الاهلي واعمل اي حاجه عشان خاطر الاهلي، مش بالكلام. ما هو في ناس تيجي تقول لها ايه؟ بالمناسبه حصل، خليني اكلمكم بصراحه برضو، بقول لك احنا محتاجينك في المنصب ده. يبقى قبلها مثلا في التلفزيون انا اخدم الاهلي في اي مكان، لو حتى مكان عم حارس. هو مش فاهم بالجمله دي بيهين عم حارس، وقعنا في الخطا ده قبل كده انا على المستشفى. لا يا حبيبي، ده عم حارس ده اهم من نجم النجوم. ده عم حارس ده تاريخه وبطولاته اللي جابها مع الاهلي توازي نجوم كبيره جدا. فانا بشرح بس موقف عشان يقول لك ايه، انا بشتغل لو عايزيني مكان عم حارس. عم حارس ده شرف ما بعده شرف. واول طب روح قول له تعالى مكان عم حارس، مش هيروح هيستخبى، انا عندي سفريه اخلص بس حاجات واجي لكم. ففي ناس كده تيجي تقول لك انا عاشق ومع وبتاع، تيجي تقول له طب تعالى اتفضل، يخلق الاعذار لان معدنه مش اصيل، بيعرف قيمه الاهلي في المنصب الملاكي. لكن تيجي والله انا بتكلم بصراحه واقسم بالله كلامي الجنرال، يعني مش مستهدف في حد، لو عايز اقول قلت لكم بقول في الوش، لكن بتكلم بيحصل كده من الناس. اه بيحصل، مش في مع ناس كتير تطلع تزايد انا عاشق وانا والنادي دوت، وفي الاخر
اقول له تعالى، مستخبى. طب تعالى، لا لا انا مش معدي، مش فاضي، مش بيحصل. بيحصل. فمن هنا بقول لحضراتكم مره ومليون، وبخاطب اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، قابلين التحدي ولا لا؟ الكوره بقت في ملعبكم دلوقتي، مش ملعب حد. من الاخر، مجلس الاداره قاتل، قاتل مجلس الاداره، قاتل وبقاتل على لائحته. طب انا كمان بقى حجم المسؤوليه عندي فين؟ الكوره بقت في ملعب الجمعيه العموميه المحترمه، وواحده من ارقى الجامعات، الجمعيات العموميه في مصر، وتعرف مسؤوليتها كويس قوي، ومحدش يقدر يملى عليها حاجه، ولا برنامجي ولا اي مخلوق ولا اي برنامج تاني ولا اي برنامج تالت، لان هم بيحبوا ناديهم اكتر مننا واكتر من اي حد. كان مهم جدا نقول لحضراتكم الكلام ده في البدايه عشان تبقوا معانا في الصوره، لكن عايز اوريكم اللقطه بتاعت عم حارس اللي والله صدقوني بيحبوه الراجل ده اكتر من اي حد. فيطلع ناس عليك تيجي تقول لك ايه؟ لو طلبوني مكان عم حارس ابقى موجود. يا عم انت اساسا لو اشتغلت 200 سنه مش هتجيب بطولات زي عم حارس. ده 77 بطوله. ده 77 بطوله. يعني نادينا تاريخ كبير جدا، عم حارس ده تاريخ جوه التاريخ. فمحدش اما بس وقعنا احنا كمان على المستوى الشخصي في الخطأ ده قبل كده، بس اتعلمنا الحمد لله. ما ينفعش اقول جمله زي دي اساسا. روح اشتغل اي حاجه مالكش دعوه بعم حارس وعم حنفي وعم سيد وسيد عواد وطارق وطه، لان دول شركاء في النجاح. ده اللي بيهيئ للعيب والمدير الفني الامور كلها، فدورهم اهم. بتمشي اجيال وتيجي اجيال، وبيمشي رموز وبيمشي رؤساء انديه، وهم مستمرين في عملهم واخلاصهم وحبهم للنادي الاهلي. هروح مع حضراتكم دلوقتي نشوف الاستعدادات في النادي الاهلي ايه للجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 25 و26، لكن مش هقول، انتوا شوفوا بقى وقولوا هو فين، لان احنا دلوقتي انا متفق مع حضراتكم اللي الكل في واحد. 25 يوم الانتصار، يوم الاراده، يوم سلب الاراده، يوم سلب الاراده من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان شاء الله. نروح نشوف استعدادات في فرع احد فروع النادي الاهلي ونرجع لحضراتكم.